أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى الرابع، في إطار برنامج التعليم عن بعد يشرفني أن أقدم هذا الدرس في مادة اللغة العربية مكون التراكيب، الوحدة الخامسة موضوعها الغابة، الأسبوع الخامس المخصص لتثبيت التعلمات. وموضوع درسنا اليوم يتعلق بتثبيت الظاهرتين التركيبيتين المدروستين، وهما نصب الفعل المضارع الصحيح والجملة المؤولة، جزم الفعل المضارع الصحيح والجملة الشرطية. والأهداف التي نتوخى تحقيقها في هذا الدرس إن شاء الله أن تقوي عزيزي المتعلم حصيلتك اللغوية المتعلقة بنصب الفعل المضارع الصحيح والجملة المؤولة، جزم الفعل المضارع الصحيح والجملة الشرطية، وكتذكير لما تعلمناه خلال هذه الوحدة فيما يخص نواصب الفعل المضارع، يعني النواصب التي تنصب الفعل المضارع. إذا ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب، منها أن ولن إذا وكي. وكمثال على ذلك لن أتسلق الأشجار، لن أداة نصب نصبت الفعل المضارع أتسلق، وإذا سبقته أداة نصب نقول لن أتسلق الأشجار. أما فيما يخص الجوازم فهي نوعان، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، منها لم، لام الأمر، لا الناهية. وكمثال على ذلك لنخرج للنزهة، اللام لام الأمر، لنخرج هذه اللام جزمت الفعل نخرج، نخرج لنخرج للنزهة. والنوع الثاني هي الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، منها إن وإذما، وهما حرفان، ومن ومهما وما ومتى وإيانا وأين وحيثما وكيف وأي، وكلها أسماء. وهذه الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين، هنا أعزائي التلاميذ نتحدث عن الجملة الشرطية. والجملة الشرطية تبدأ بفعل مسبوق بأداة شرط من هذه الأدوات التي قلنا بأنها تجزم فعلين مضارعين، وتحتاج هذه الجملة إلى جملة جواب. وخير مثال، والمثال على ذلك، من يغرس شجرة يقطف ثمارها. من أداة جزم، هنا جزمت فعلين مضارعين وهما يغرس يقطف، وهاتان الجملتان فهما متلازمتان. يغرس شجرة الجملة الأولى، يقطف ثمارها الجملة الثانية. الجملة الأولى يغرس شجرة تسمى بجملة فعل الشرط، يقطف ثمارها الجملة الثانية تسمى جملة جواب الشرط. والآن أعزائي التلاميذ ننتقل
إلى أنشطة لتطبيق ما تعلمناه. أنجز الأنشطة التالية: النشاط الأول، أضبط بالشكل التام الجملتين التاليتين: الجملة الأولى هي أمامكم، والجملة الثانية كذلك. مهلة من أجل الشكل. أعزائي التلاميذ، ننتقل إلى التصحيح. من منكم يشكل الجملة الأولى؟ جيد، أحسنتم. أذهب إلى الغابة كي أتنزه. لاحظوا، كي أتنزه. ماذا تعرفون عن كي؟ كي فهي أداة نصب تنصب الفعل المضارع، نصبت الفعل المضارع. أتنزه، كي أتنزه. جيد، إذن نصحح الجملة، نشكل الجملة الثانية: لم يدرك أهمية الغابة. لم يدرك أهمية الغابة. ماذا تعرفون عن لم؟ لم فهي أداة جزم. هنا جزمت الفعل المضارع يدرك. لم يدرك، هنا الفعل المضارع مجزوم بلام، وأداة وعلامة جزمه السكون. وفي الجملة الأولى كي نصبت هذا الفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. جيد، أحسنتم. ننتقل أعزائي إلى النشاط الموالي. أدخل على الجملتين التاليتين لن أو لم. لن أداة نصب تنصب الفعل المضارع، ولن أداة جزم تجزم الفعل المضارع. إذن الجملة الأولى: من قطع شجرة يقطف ثمارها. الجملة الثانية: تجولت في الغابة وأشاهد شجرة البلوط. الجملة الأولى: من قطع شجرة يقطف ثمارها. الجملة الثانية: تجولت في الغابة وأشاهد شجرة البلوط. إذن أضع كل أداة في مكانها المناسب. مهلة للإجابة. من يجيب؟ جيد، أحسنتم. من قطع شجرة لن يقطف ثمارها. لماذا وضعنا لن هنا؟ تعلمون بأنها من أدوات نصب الفعل المضارع. يقطف فعل مضارع منصوب، لن يقطف. أحسنتم أبنائي. تجولت في الغابة ولم أشاهد شجرة البلوط. لم، لماذا لم هنا؟ أشاهد فعل مضارع مجزوم، لم أشاهد. أحسنتم. جيد، نمر إلى النشاط الموالي وهو النشاط الثالث. أحول أن والفعل في الجملتين التاليتين إلى مصدر. وهنا يعني هذا النشاط يتعلق بالجملة المؤولة أو المصدر المؤول من أن والفعل. جيد، الجملة الأولى: أن تحافظ على الغابة من علامات الوعي. الجملة الثانية: اشترينا الأشجار لكي نغرسها في حديقة منزلنا. جيد، لاحظوا أن والفعل، فهاتان الكلمتان مكتوبتان باللون الأزرق،
كذلك بالنسبة كي نغرس. إذن المطلوب منكم أبنائي أن تعوضوا أن تحافظ بمصدر الفعل. كي نغرس كذلك بمصدر الفعل، مهلة للتفكير. من يجيب؟ أحسنتم، الإجابة صحيحة. الحفاظ على الغابة من علامات الوعي. أن نحافظ الحفاظ. إذن الحفاظ على الغابة من علامات الوعي. جيد، أحسنتم. اشترينا الأشجار لغرسها في حديقة منزلنا كي نغرس. عوضنا كي والفعل بمصدر الفعل. إذن اشترينا الأشجار لغرسها في حديقة منزلنا. أحسنتم. نمر إلى النشاط الموالي، وهو النشاط الرابع. أحدد أداة الشرط وجملة الفعل الشرط وجملة جواب الشرط في الجملتين التاليتين. إذن المطلوب منكم أن تحددوا أداة الشرط جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط في الجملتين التاليتين. الجملة الأولى: إن تغرس شجرة تساهم في حماية البيئة. إن تغرس شجرة تساهم في حماية البيئة. حيثما تتجول في الغابة تشاهد مناظر خلابة. جيد، إذن لاحظوا الجملتين وحاول أن تستخرج المطلوب منك وأن تصنفه في الجدول الوارد أمامك. أداة الشرط جملة فعل الشرط جملة جواب الشرط. مهلة للتفكير وللإجابة. جيد، الآن ننتقل أعزائي للإجابة والتصحيح. إذن سنصحح. جيد، أداة الشرط إن، أحسنتم. أداة الشرط في الجملة الأولى إن أداة شرط. بالنسبة لجملة فعل الشرط إن تغرس شجرة فهذه الجملة هي جملة فعل الشرط. جيد، بالنسبة لجملة جواب الشرط تساهم في حماية البيئة. إذن إن تغرس شجرة تساهم في حماية البيئة. لاحظوا أبنائي، لاحظوا بأن هذه الأداة جزمت فعلين مضارعين. تغرس تساهم. الجملة الأولى هي جملة فعل الشرط، الجملة الثانية هي جملة جواب الشرط. بالنسبة للجملة الثانية أداة الشرط، ممتاز. حيثما هي أداة الشرط. بالنسبة لجملة فعل الشرط تتجول في الغابة. وبالنسبة لجملة جواب الشرط تشاهد مناظر خلابة. نفس الشيء بالنسبة
لهذه الجملة، فهذه الأداة حيثما لقد جزمت فعلين مضارعين، الفعل الأول تتجول، الفعل الثاني تشاهد. إذن هذه الجملة الأولى جملة فعل الشرط، والجملة الثانية جملة جواب الشرط. جيد، أحسنتم أعزائي. ننتقل إلى النشاط الموالي، وهذا النشاط هو الأخير في درسنا اليوم إن شاء الله، هو يتعلق بالإعراب. أعرب الجملة التالية: لن أسجن طائرا، لن أسجن طائرا، لن. إذن فكروا في إعراب لن، ثم أسجن، ثم طائرا، مهلة للتفكير والإجابة. جيد، ننتقل للتصحيح. إذن لن أداة نصب ونفي، لن أداة نصب ونفي لا محل لها من الإعراب. قلنا بأن لن من أدوات النصب، هي هنا نصبت الفعل المضارع أسجن، لن أسجن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. لاحظوا لن أسجن يعني أنا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. جيد، أسجن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طائرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. جيد، إذن لن أداة نصب ونفي لا محل لها من الإعراب. أسجن فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. طائرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله. دمتم بخير.